السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. بعد أن تعرفنا على الاختزال وتوحيد المقامات في الأعداد الكسرية، اليوم سوف نتعرف على كيفية جمع وطرح عددين كسريين. إذا لنبدأ بالنشاط الأول لنفهم ونطبق. أوصى الحاج المدني قبل وفاته بتوزيع مبلغ من المال على أطفال يتامى. يبين الشريط التالي المبلغ الذي أوصى به الحاج المدني. نلون نصيب عبد الله ونصيب يوسف. إذن في البداية سوف نرى بأن هذا الشريط مقسم إلى 15 قطعة. إذن هنا 3، 3، 6، 3، 9، 3، 12، و3، 15. إذن سوف نرى ما علاقة هذه القطعة 15 بهذه الأعداد الكسرية. وصية الحاج المدني: الثلث لعبد الله، هذا الخمس ليوسف، والباقي لمريم. 1/3 و1/5 نرى دائما المقامات. كيف تصبح لها علاقة ب15 كي أستطيع أن أحسب عددا من القطع من ضمن 15 وأقول هذا هو نصيب عبد الله، هذا هو نصيب يوسف؟ إذن لهذا سوف أخذ كل كسر وأحاول أن أجد كسرا يساويه ويكون له المقام 15. كذلك الكسر الثاني أريد كسرا آخر يكون له المقام 15. إذن هذا الكسر مقامه 3، كي يصبح 15 ضربت 3 في 5، كذلك سأضرب 1 في 5. ما فعلته في المقام أفعله في البسط. هنا عندي 5 في المقام، سأضربها في 3 كي تصبح 15، وبالتالي 1 في 3 أصبح 3. إذن نصيب عبد الله الثلث، أو أقول 5/15، يعني عبد الله نصيبه هو 1، 2، 3، 4، 5. هذا هو نصيب عبد الله، هي هذه القطع الخمسة من ضمن 15 قطعة. أما نصيب يوسف فهو 3/15، يعني 1، 2، 3، هذا هو نصيب يوسف. إذن عبد الله أخذ أكثر من يوسف، عبد الله أخذ 5 قطع ويوسف أخذ 3 قطع. إذن هذه 5 قطع نقول 5/15، وهذه 3 قطع نقول 3/15. نريد أن نحسب العدد الكسري الذي يمثل ما أخذه يوسف وعبد الله، ويعني معا يعني يجب أن نجمع نصيب الطفلين. إذن بحساب عدد القطع فأنا عندي 5 + 3 = 8، إذن هي 8 من 15. سوف نجمع هذين الكسرين ونرى. إذن عبد الله 1/3 زائد نصيب يوسف 1/5 يساوي، إذن غيرت هذه الكسور يعني كتبت أعدادا كسرية تساويها لكن بمقام 15. التغيير هو أني ضربت 3 في 5 أصبحت 15، كذلك 1 سيضرب في 5. إذن هذا ما كتبناه هنا. ويوسف ضربت البسط والمقام معا في 3 تصبح 3. إذا قمت بجمع البسوط، إذن أنا عندي الحق أن أجمع البسوط طالما أنا عندي نفس المقام. إذن نفس المقام أتركه لا أجمعه، يبقى 15 وأجمع البسوط. هذه هي القاعدة التي سوف نتعلمها اليوم، أن جمع عددين كسريين فأنا أجمع البسوط وأترك المقام الموحد نفسه. نحسب العدد الكسري الذي يمثل نصيب مريم. إذا مريم أخذت الباقي، والباقي هو هذا، هو كل ما تبقى. الباقي يجب أن أحسبه من أن قطعة بأكملها أطرح منها ما أخذه الطفلان. الطفلان أخذ 8/15، يعني القطعة بأكملها ناقص 8/15. إذا القطعة بأكملها هي 1، قطعة هي 1، هذا الواحد كسرته أنا، جزأته وأصبح على شكل أعداد كسرية. إذا 1 أطرح منه ما أخذه الطفلان.
إذا ما أخذه الطفلان هو هذا المجموع، 8 على 15. طرحوا عدد صحيح مع عدد كسري، يعني يجب أن أغير هذه الكتابة الصحيحة وأجعلها كتابة كسرية. واحد يجب أن يكون على شكل عدد كسري، هذا الواحد ماذا أفعل؟ واحد هو الشريط بأكمله، وهو 15 قطعة من ضمن 15، يعني ممكن أن أكتبه 15 على 15، هذا كل الشريط. لماذا أخذت بالضبط العدد 15؟ لأن هذا ما أحتاجه يوجد عندي في المقام كي أحصل على مقامين موحدين، يساوي عندي نفس المقام، الجمع يشبه الطرح في هذه الخاصية، نفس المقام أكتبه وأطرحه 8 من 15. إذا 15 ناقص 8 تساوي 7، وبالتالي فالطفلة مريم نصيبها 7 على 15. نحسبها الفعل الباقي 7 على 15، 1 2 3 4 5 6 7، نعم، إذا هذا هو نصيب مريم. أحدد بعلامة في كل عددين كسريين يمكن جمعهما أو طرحهما، ولماذا؟ إذا حسب التمرين السابق قمنا بجمع وطرح عددين كسريين، لكن كان عندي نفس المقام، إذا كان عندي مقام موحد، إذا أستطيع أن أجمع أو أطرح إذا وحدت المقامات، فمثلا 4 و7 مقامان مختلفان، إذا قمت بتوحيد هذين المقامين أستطيع أن أجمع. إذا المقصود في السؤال أضع علامة تحت كل عددين كسرين يمكن جمعهما وطرحهما مباشرة دون اللجوء إلى توحيد المقامات. إذا عندما يكون المقام موحدا، مثلا عندي 10 10 فأنا أجمع مباشرة، عندي 6 6 فأنا أجمع مباشرة، أما الكسور الأخرى فهي تحتاج إلى عمل قبل أن أقوم بعملية الجمع. التمرين الثاني، أحدد أصغر مقام مشترك من بين الأعداد المقترحة. المقام المشترك يجب أن يكون نفس المقام في الكسر الأول وفي الكسر الثاني، إذن عندي 6 وعندي 12، لا يمكن أن أخذ 6 لأنها أصغر من 12، أنا المقام الذي أبحث عنه هو نتيجة ضرب مثلا 6 مضروبة في عدد يعطيني ذلك المقام، 12 مضروب في عدد يعطيني ذلك المقام، فالستة لا يمكن أن أحصل عليها من ضرب 12 في عدد ما، يبقى 12 و24، 12 مضاعف لهذين العددين و24 أيضا مضاعف لهذين العددين، فالستة في 4 24 و12 في 2 24، كذلك بالنسبة ل 12 6 في 2 12 و12 في 1 12، إذا هذين العددين مضاعفين مشتركين للعدد 6 و12، لكني سأخذ أصغرهما، أصغر هذين المضاعفين المشتركين هو 12، إذا دائما نحن نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر. هنا 2 و8، المضاعف المشترك الأصغر يبدو هو 8، لأن 8 في 1 8 و2 في 4 8، هنا المضاعف المشترك هو نتيجة ضرب 3 في 4 أو 4 في 3، يعني إذا كتبنا سلسلة مضاعفات 3 وسلسلة مضاعفات 4 فـ12 هو أول مضاعف مشترك بين هذين العددين، سأجده في مضاعفات العدد الأول ومضاعفات العدد الثاني، وبالتالي فالمقام الموحد هو 12. التمرين الثالث، أوحد المقام دون إجراء العملية، إذا لن نجري عمليات فقط سوف نكتب المقام الموحد مباشرة. إذا كان عندي 8 و4 ف8 مضاعف لـ4، إذا سوف أحصل على مقام موحد هو 8، لأن 8 في 1 8 و4 في 2 8، بين 6 و3 نفس الشيء، 6 مضاعف لـ3، ف6 في 1 6 و3 في 2 6، إذن هذا هو المضاعف المشترك الأصغر أو هو المقام الموحد. هنا عندي كتابة لعدد صحيح وهذه كتابة كسرية، لا يمكن أن أجمع بهذه الطريقة، لهذا فسوف أغير كتابة واحد إلى عدد كسري،
ننتبه إلى أن المقام 7 وبالتالي سأحصل على 7 على 7. إذا كانت عندي هنا 7 على 7 سوف أكتب الكسرة هكذا زائد 8 على 7، فأنا حصلت على نفس المقام. المقام الموحد هو 7. هنا عندي 2.5 ناقص 4 على 5، هذا عدد عشري، هذه كتابة عشرية. كي أحصل على كتابة كسرية تساويها فأنا أكتب العدد دون فاصلة، 25 على إما 10 أو 100 أو 1000، هذا الصفر أكتبه حسب الرقم بعد الفاصلة. بعد الفاصلة هنا رقم واحد، إذن سوف أضع صفرا واحدا. هذا العدد عوضته ب 25 على 10، سأطرح منه 4 على 5، إذن أصبح عندي 10 و5. نفس الفكرة، أن أحدهما مضاعف للآخر، مثل 6 مضاعف ل3 و8 مضاعف ل4، كذلك 10 مضاعف ل5، وبالتالي فالمقام الموحد هو 10. 10 في 1 10، و5 في 2 10. أنجز في دفتري ثم أحيط بخط المجموع المناسب. إذا كتبت هذه العمليات هنا، سوف أقوم بعملية الجمع. في المجموع الأول عندي نفس المقام، 3 زائد 2 5، 5 على 4 كسر مختزل، سوف أحيط الكسرة الثانية. بالنسبة للعملية الثانية عندي 2 و4 كمقام، 4 مضاعف ل2، إذا المقام سيكون 4. انظروا بلون مغاير، من 2 مررت ل4 ضربت في 2، إذا هنا عندي 2، ومن 4 مررت ل4 كأني ضربت في 1، يبقى 1. المقام نفسه 4 موحد، وهنا البسط 3، إذا 3 على 4 أين هي؟ هي اقتراح الثالث. بالنسبة للكسر الأخير أو المجموع الأخير، 12 مضاعف ل6، إذا 12 هو المقام الموحد، هنا 7، وهنا 6 في 2، وهنا في 2، وهنا 4، 2 في 2 4، المقام موحد و 12، 7 زائد 4 11، الكسر هو 11 على 2. أنجز في دفتري ثم أحيط بخط الفرق المناسب. بما أننا عملية الطرح فهو فرق، إذا العملية الأولى كذلك عندي نفس المقام، 5 ناقص 2 3، 3 على 3 هي 1. العملية الثانية، 9 على 7 ناقص 1، قلت 1 دائما هو يساوي كسرا به نفس الرقم في البسط وفي المقام. بما أن عندي المقام 7 سوف أضع 7 7 كي يسهل علي توحيد المقامات، تساوي المقام 7، 9 ناقص 7 2، 1. أحتاج للمقام 5، إذا سأضع 5 على 5 ناقص 4 على 5، تساوي 5 ناقص 4 1 على 5. سوف أبحث عن هذه النتائج أو هذه الفروق. إذا في الكسر الأول 1، نعم عندنا 1، الثاني 2 على 7، الثالث 1 على 5. أحسب المجاميع التالية ثم أختزل إن أمكن، يعني في بعض الأحيان لا يمكن أن أختزل. 1، المقام موجود هنا هو الذي سوف يعوض 1، لكن في البسط والمقام. 3 على 3 عوضت لي 1، زائد 5 على 3، لماذا؟ كي أحصل على مقامين موحد هو 3، أجمع 5 و3 8 وهو كسر مختزل. 5 على 4 زائد 2، 2 كأنها 2 على 1. 5 على 4، دائما عندما تجدون عددا صحيحا ضعوه في البسط وضعوا في المقام 1 كي يصبح عددا كسريا. سأضع المقام الموحد 4، إذا من 4 إلى 4 لم أغير شيئا، أما من 1 إلى 4 ضربت في 4 حتى البسط، سأضرب في 4 يصبح 8.
8 زائد 5 13 على 4. وهنا عندي 8 على 9 زائد 5 على 12. المقام الموحد بين 9 و 12، المقام المشترك أو المقام الموحد عفوا بين 9 و 12 هو ما نسميه المضاعف المشترك الأصغر. إذا للبحث عن المقام المشترك الأصغر يعني نبحث عن مضاعفات 9 ومضاعفات 12، وأول مضاعف يشتركان فيه فهو الذي سأضعه في المقام. إذن سوف نكتب هنا مضاعفات 9، نعرف 0 9 18 27 36 45 54 وهكذا. 12 المضاعف 0 12 24 36 48 60 72 إلى آخره. أتمم هنا بعد 63 هناك 72. إذن سوف أبحث عن المضاعفات المشتركة في هاتين السلسلتين. إذن أول مضاعف يبدو أنه يبدو هنا وهنا، يعني 36 موجودة في مضاعفات 9 ومضاعفات 12، كذلك 72 مش مضاعف مشترك، ولكننا لن نأخذ 72 بل أخذنا 36 لأنه هو الأصغر. هذا ما نسميه المضاعف المشترك الأصغر. 72 أيضا مضاعف مشترك لكنه ليس بالأصغر. إذن سأضع المقام 36 هنا وهنا. للمرور من 9 إلى 36 ضربت في 4، كذلك 8 سأضربها في 4 وأحصل على 32. للمرور من 12 إلى 36 ضربت في 3، هذا ما سأفعله في البسط وأحصل على 15. سوف أجمع البسوط وأكتب نفس المقام. إذن 5 6 7، 7 في الوحدات و4 في العشرات. هل هذا الكسر يختزل؟ لا لا، هذا كسر مختزل. نمر الآن لحساب هذه الفروق. 9 على 8 ناقص الواحد نعوضه بعدد كسري يكون بسطه ومقامه وهذا المقام. نفس المقام 9 ناقص 8 1، 2 نضع تحتها واحدا كي تصبح عددا كسريا تحت يعني في المقام، ناقص 6 على 7. عندي في المقام الموحد هو 7، كيف وصلت للسبعة هنا؟ ضربت في 7 كذلك البسط يصبح 14. إذا 2 في 7 و 1 في 7 وهنا لم أفعل شيئا. 14 ناقص 6 8 والمقام لم يتغير. 4 و 5 سأضرب 4 في 5، أنا عندي الطرح 4 في 5 20، كذلك الفرق سيكون مقامه 20. إذا هنا ضربت في 5 البسط والمقام 45، هنا ضربت في 4 البسط والمقام حصلت على 36. إذا 45 ناقص 36 تعطينا 9. إذا للبحث عن المقام المشترك الأصغر يعني نبحث عن مضاعفات 9 ومضاعفات 12، وأول مضاعف يشتركان فيه فهو الذي سأضعه في المقام. إذن سوف نكتب هنا مضاعفات 9، نعرف 0 9 18 27 36 45 54 وهكذا. 12 المضاعف 0 12 24 36 48 60 72 إلى آخره. انظروا هنا سوف أعيد أتمم هنا بعد 63 هناك 72. إذن سأبحث عن المضاعف المشترك أعود
إذن سوف أبحث عن المضاعفات المشتركة في هاتين السلسلتين. إذن أول مضاعف يبدو أنه يبدو هنا وهنا، يعني 36 موجودة في مضاعفات 9 ومضاعفات 12، كذلك 72 مضاعف مشترك، ولكننا لن نأخذ 72 بل أخذنا 36 لأنه هو الأصغر. هذا ما نسميه المضاعف المشترك الأصغر. 72 أيضا مضاعف مشترك لكنه ليس بالأصغر. إذا عرفنا الطريقة كيف نأخذ هذا المضاعف المشترك، سوف أضع 36 في المقام هنا، في المقام الأول والمقام الثاني. 9 إذا سأضع المقام 36 هنا وهنا. للمرور من 9 إلى 36 ضربت في 4، كذلك 8 سأضربها في 4 وأحصل على 32. للمرور من 12 إلى 36 ضربت في 3، هذا ما سأفعله في البسط وأحصل على 15. سوف أجمع البسوط وأكتب نفس المقام. إذا 5 6 7 7 في الوحدات وأربعة في العشرات. هل هذا المقام، هل هذا الكسر يختزل؟ لا لا، هذا كسر مختزل وهذا كسر مختزل. نمر الآن لحساب هذه الفروق. 9 على 8 ناقص الواحد نعوضه بعدد كسري، يكون بسطه ومقامه وهذا المقام نفس المقام. 9 ناقص 8 1. 2 نضع تحتها واحدا كي تصبح عددا كسريا تحت، يعني في المقام، ناقص 6 على 7. عندي في المقام الموحد هو 7. كيف وصلت للسبعة هنا؟ ضربت في 7، كذلك البسط يصبح 14. إذا 2 في 7 و1 في 7، وهنا لم أفعل شيئا. 14 ناقص 6 8 والمقام لم يتغير. 4 و5 سأضرب 4 في 5، أنا عندي الطرح. 4 في 5 20، كذلك الفرق سيكون مقامه 20. إذا هنا ضربت في 5 البسط والمقام 45، هنا ضربت في 4 البسط والمقام حصلت على 36. إذا 45 ناقص 36 تعطينا 9. اقتسم 3 أشخاص مبلغا من المال ربحوه من تجارة، فأخذ محمد الثلث وأخذت مريم النصف وأخذ علي السدس. أحدد الشخص الذي أخذ أكبر نصيب والشخص الذي أخذ أصغر نصيب. إذا هنا سوف نحدد العدد الكسري الأكبر والأصغر دون أن نوحد المقامات. كيف ذلك؟ أنا عندي هنا أعداد كسرية لها نفس البسط. إذا كان عندي نفس البسط فالمقارنة تكون عكسية. عكسية يعني أصغر مقام هو الكسر الأكبر وأكبر مقام هو الكسر الأصغر. إذا الشخص الذي أخذ أكبر نصيب لديه عدد كسري، يعني عدد كسري به مقام صغير، يعني مريم، والذي أخذ أصغر نصيب هو الذي مقام عدده الكسري هو الأكبر، إذن علي. ورتب الكسور التي تمثل ما أخذه كل منهما تصاعديا بعد توحيد المقامات. الآن سوف نرتب دون اللجوء للطريقة الأولى التي تعتمد على تساوي البسوط، سوف نعتمد على توحيد المقامات. إذا سوف أوحد المقامات هنا، كل كسر تحته الكسر الآخر بالمقام الموحد. إذا 6 2 3 نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر بينهما. إذا 3 إذا ضربت في 2 تعطينا 6، و2 تضرب في 3 تعطينا 6، و6 تضرب في 1 تعطينا 6. أنا دائما عندي 6 في المقام. إذا 3 ضربت في 2 حتى 1 ضرب في 2، 2 ضرب في 3 حتى 1 يضرب في 3،
ستة ضرب في واحد حتى واحد يضرب في واحد ويبقى الكسر على حاله. هنا أستطيع أن أرتب البسوطة مباشرة يعني بالطريقة العادية لأن عندي نفس المقام. إذا أنا أرتب تصاعديا، سأبدأ بالأصغر. الأصغر واحد ثلاثة اثنان، فواحد هو الأصغر، إذا واحد على ستة. انتبهوا سوف أكتب الكسور المكتوبة بالأحمر التي أعطيت في التمرين قبل توحيد المقامات. بعد واحد اثنان، اثنان على ستة ما هي إلا واحد على ثلاثة، ثم ثلاثة على ستة هي واحد على اثنان. إذا قمت بترتيب هذه الكسور تصاعديا يعني من الأصغر إلى الأكبر بعد توحيد المقامات.